أول مظاهرة طلعت من جامعة سيدنا خالد بن الوليد، لما طلعوا من الجامعة طلعوا هيك وانهم مطوقين الجامع الأمن، بلشوا ضرب بالعالم. هون صاروا أول ما صاحوا نريد إسقاط المحافظ، ثاني ساعة صار إسقاط النظام. رد طلع على الكتف بالمظاهرات، كان أول شعار له اضرب اضرب يا قناص، هاي الرقبة وهاي الرأس. نادي الكرامي كانوا انه انتم نادي الارهابي، كانوا هيك يعني يحكوا حواجز النظام، انتم نادي ارهابي، لاعبين ارهابيين. يعني تخيل عبد الباسط ماشي بمظاهره فيها لاعبين من النادي وفيها مدربين وفيها اداريين، الاتراك الوسام تحولوا من موضوع الهتاف الجمهور انه المباريات تحولوا المظاهرات لللافتات للاغاني للتاليف الاغاني لتنظيم المظاهرات. فهني هذا الشيء يعني صار من المدرج للشارع. أول مرة بشوفه لعبد الباسط كانت بعتقد بنيسان 2011. كان عنده يعني قدرة على الاختفاء والظهور بطريقة ما انها طبيعية. بتلاقي إن وجد بهالمظاهرة مثلا بحي الخالدية انتقل فورا لجورة الشياح، انتقل فورا للأرابيس أو للقصور، انتقل بعدها للوعر. بداية التعرف على عبد الباسط ساروت بذكر كتبت له 3 صفحات هي هتافات صغيرة، كتبت له انشودة يا وطننا يا غالي، هي أول انشودة بالثورة حتى. ماتت قلوب الجيش مثلا وقت كتبناها، كان الجيش عم يبطش بالشعب، وحتى في كثير يعني من الشباب يعني بوقتها حكونا هني عساكر من شقة عن الجيش، فقالوا لنا انه وقت نسمع هاي الانشودة نبكي نحن على الحاجز. الساروت كان كل ما يحزن يغني، الساروت كان كل ما يندى يغني، الغناء تبعه يعطينا معنويات ضخمة. كل ما اندأت علينا واستشهد مننا شباب وندفن شهدائنا وندفن اخواتنا اللي استشهدوا معانا على الجبهات، شو نقول نحن؟ لجل عيونك يا حمص منقدم الارواح. بين أكوام الحديد والخردة وشباك نادي الكرامة نشأ وكبر حتى بات وهو في 19 المطلوب رقم 1 للنظام الأسد في حمص. عبد الباسط الساروت المولود في حي البياض لعائلة فقيرة، تربى في ظروف صعبة اضطرته للعمل باكرا مع والده. كل ذلك ساهم في صناعة عبد الباسط الثائر المتمرد ودفعه مبكرا للصعود من مقاعد الدراسة إلى أكتاف المتظاهرين في آذار مارس 2011. عبد الباسط مواليد 1992. أول شيء كان يدرس، درس للثامن، نفس الوقت كان دراسة ونشتغل، عندنا حديد يعني مستعمل وبالجديد وطعاجات حديد وهاي شغلنا كان. وحالتنا الحمد لله يعني كانت لا أنا فوق ولا أنا تحت. رايح المدرسة الساعة 8، قال لي يا حسين رجعني الأستاذ، قلعني ما رجعني، قلعني تقليع من المدرسة. قلت له ليه؟ قال لا الطابة كرة القدم، يعني كان فريق منتخب الكرامي هو، لا كرة القدم لا المدرسة. قال له لا أنا بدي كرة القدم والمدرسة نفس الشيء، يعني عم داوم دوامي النظامي، يعني أنا عم بروح على كرة القدم بعد الدوام، مالك عندي أنت؟ بالنسبة لموضوع النظام بالمنتخبات السورية الفئات، نظام عسكري بحت يعني، وحتى المدربين كلهم بيعرفوا الشيء، العقوبة جماعية والمكافأة فردية. فمرة صارت معنا بمنتخب الشباب إنه الكل لازم يحلق، أنا واحد من الناس بقولك حلقت يعني ما بس وقت عبد الباسط هو ما حلق يعني لو أنا برجع البيت وما بحلق. فهو كان كتير فارض شخصيته حتى على مدربي المنتخب، يعني هذا الشيء عطاه ميزة أكتر حتى هو إنه كشخص قيادة، يعني كشخص هو صار شخص قيادة إنه من هو صغير.
اني دافع على الرئيس مليونين، الرئيس السابق طبعا، دافع مليونين مكافأة لمين يمسكني، لانه انا مجري، عملوني سلفي وارهابي ومندس ومجري ورئيس امارة سلفية، وانا امبارح ساتصلي برمضان، كل هالشيء لانه انا بطلع على الكتاف، العالم بتحبني وعم طالب بالحرية، بس حتى لو نزل الدبابات ونزل بردي امات وصواريخ وطيران والجولان صارت هون ننعيد، ما عندنا غير صوت، مساح ما عندنا سلمية. اول وحده طلع فيها على الكتاف هي نفسها، نزلنا من هون كفينا على الاعتصام على السوق، عملنا اعتصام بالسوق، بالسوق التمت من مسيحيه من علويه من غيره من غيره من جميع طوائف كلها معنا، يعني كنا واحد كنا بالسوق، وصارت يعني مظاهره كبيره. والله ساعة شي 2-3 هيك ما حسينا إلا إطلاق نار مباشر. الساعة 4 الصبح كانوا عم يشيلوهم بسيارات الزبالة المصابين والميتين. سريعاً بات عبد الباسط الساروت قائداً لتظاهرات حمص، وشكل مع الفنانة فدوى سليمان ثنائياً مميزاً على رأس حراك المدينة، في رسالة واضحة رداً على سرديات النظام. كان عندنا سائرين من جميع الأطياف ومن جميع المذاهب، وقتها كان أكثر الناس يعني اللي معنا بالمظاهرات من الطائفة المسيحية ومن الطائفة العلوية. ثورة عبد الباسط يعني كانت إيد بإيد مع فدوى سليمان مع باسل إشحادي. فدوى سليمان لما هربت من 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 مجتمعها حقيقة، ثارت على بعض القيم وثارت على النظام، وقدرت تطلع كل هالجرأة. أول ما لجأت له جيت لعند عبد الباسط، حتى لما داهمها الأمن جاب دبابات وجاب مدرعات وكذا، وطلع وراها في على حي بيضة، وكان عبد الباسط وشبابه هن اللي هربوها. لما استشهد الله يرحمه باسل وأخذوه على الكنيسة بدون يصلوا عليه، فأذكر أنه أنا ومجموعة شباب ما كنا حرفيا أدرانين نطلع من المكان اللي كتير قريب، بيبعد 400 أو 500 متر باتجاه الكنيسة، من حجم الهاون مثل المطر الهاون. إلا أنه مع ذلك عبد الباسط إجا من منطقة بعيدة نسبيا ودخل على على قلب الحارة وفات على الكنيسة، وشفته أنه هو شارك بالقداس. بلشنا نقول نحن لازم نحمي المظاهرة حتى ما يفض حفظ النظام، لأنه دائما كل ما نخرج مظاهرة يجي علي حفظ النظام. كنا بالخالدية أو عند الساعة القديمة بحمص، اللي يروح مننا شهيد واللي يروح مننا متصاوب، فقررنا أنه نحمي المظاهرة بهذا السلاح. داهم بيت عبد الباسط أكثر من مرة وأصيب أثناء المداهم، فأذكر بداية 2012 بعض الشباب حواليه اللي شالوا سلاح من أجل الدفاع عنه. لما دخلنا على شهر 6 ولا شهر 5 2012، كان في مجزرة الحول اللي اندبح فيها أطفال كثير، فأنت كل هاي الأحداث عصرها عبد الباسط، وهو كان واحد من الأشخاص، وحيه نفسه اندبح بالمناسبة في كذا شخص، ذبح حرفي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، يفوت الأمن أو شبيحة يذبحه بالسكين. عايز تقول على ديننا وعلى أعراضنا، ونحن نقولهم ما أبو طائفية ما أبو طائفية، سوى طائفية ذبحونا وذبحوا العالم. مزاوجا بين العمل العسكري وقيادة التظاهرات، صار منشد الثورة الساروت قائدا لكتيبة شهداء البياضة. في الوقت نفسه بدأت قوات النظام بفرض حصار خانق على أحياء حمص القديمة. بلشت الحملة من حي بابا عمر، دخل حي بابا عمر بعد 27 يوم من قصف الصواريخ، فعمل طوق أمني وطوق عسكري حول مدينة حمص. صارت الأوضاع كتير صعبة بأيام الحصار، فاضطر أنه يطلع ويجيب ذخيرة للمحاصرين بحمص القديمة، فخرج من النفق، والنفق بعد ما خرج عبد الباسط انضرب، فاضطر أنه يشتغل على فك الحصار من
جبهة دير بعلبي ومن جبهات الريف الشمالي. ما بنصاري ما بدنا شيء يا أخي، يا أخي ادفعونا بس افتحوا الطريق للعالم. كان قريب كتير إنه يفك الحصار هو أهل البياضة، لولا إجرام النظام بوقتها ضربهم بالكيماوي. فرد دخل على حمص القديمة، وحتى الرجعة تبعيته كانت يعني قريبة للانتحار. كيف كانت كتيبة شهداء البياضة وعبد الباسط وشباب عبد الباسط في هذا الوقت؟ حقيقة هن كانوا شباب شعبيين معروفين على الثوار تبعوت الحارة. أنا نفسي بدأت بمحاولة توحيد بعض الكتائب، بدأنا بسلسلة خطوات منها دمج السرايا الصغيرة بالكتائب الكتير كبيرة. من الكتائب الصغيرة كانت اللي فيها 70-80 شاب كذا، كانت كتيبة شهداء البياضة. فرحنا حكينا معهم، وين بتفضلوا أنتوا؟ فكان ردهم الحرف واحد إنه لا، نحن بنبقى مع شباب حارتنا ومع لواء الخير. فلواء الحق كان إسلامي فني ما راحوا له، على الرغم أنه في دعم أكثر. ولواء الخير كان وطني، حتى كان البيان اللي طلعوا لواء الخير اللي هو كان متشكل جديد كان فيه دولة مدنية ديمقراطية تعددية وقيام دولة مدنية ديمقراطية تعددية. نحن بدنا كسر حصار، بدنا ممر إنساني وكسر حصار ليفوت الأكل وناكل ونحارب ونكفي حرب. أما ما حد يسيسنا ونمشي على كيف حدا. كنا ماشيين أنا وعبد الباسط بأحياء جورج الشياح، ولا في عائلة عند المشفى الميداني عم تبكي. قربنا عليها، شبك يا أمي شبك يا أختي، معاها هي وأطفالها وأبنها. قالت لنا أنا صلي 3 أيام ما عندي أكل، وابني هلأ ضمن المشفى الميداني معلقين له سيرون وعم تشوفوا الدكاترة. طلعنا اجتمعنا مع الفصائل أنا وعبد الباسط، شو بدنا نعمل أي عملية تفك الحصار. فشفنا أي شيء بيجيب لنا أكل طلع هو المطاحن، فكان من المفروض أنه نحفر نفق ونفوت على المطاحن. قررنا أنه خلص نقوم بالعملية ودخلنا على المطاحن. نحن وقت اللي اقتحمنا ما لقينا الخط الأول كله فاضي، بلشنا نتقدم للخط الثاني، ولا الجيش عاملنا كمين وسمعان بالأنفاق والحفر، كان ملغم الجيش 3 مباني ونزلن عليهم بالكامل، واستشهدوا يومها بهاي المعركة 60 شاب. هاي العملية راحوا فيها أخوته لعبد الباسط اللي هو عبد الله أبو سلطان، راح أخوه أحمد. بعد ما رجعنا من العملية صابنا إحباط كبير، صابتنا نكسة. شكلت معركة المطاحن لحظة النهاية في محاولات كسر الحصار، وانهارت إرادة المقاتلين بالصمود، ما اضطرهم للقبول باتفاق يقضي بتهجيرهم من المدينة. قبل الرحيل من حمص التي عشقها وأقسم على الدفاع عنها، كان للساروت عتب على تنظيمات جهادية ستنقلب عليه لاحقا. أنا بدي أوجه بس هاي الرسالة للبغدادي وللجولاني وللشيخ الظواهري، من نوجه لهاي الرسالة، إذا العالم كله تآمر على أنه يخرج هاي الناس من حمص ويقتل هاي الناس بحمص، فالعالم كله راح يتآمر على أنه هاي الناس بس طلعت من حمص راح يتآمر عليها أنه ما ترجع على حمص، وما راح خلونا يقدروا يحرروا ويعملوا فتح. فنحن بدناهم يكونوا معنا ونكون معهم لهذا الطريق، لا تسيس ولا غايات ولا نزاعات داخلية. بعد خروج المحاصرين من حمص القديمة قرروا أنه يعملوا عمل عسكري وخلال شهر يعني يكونوا راجعين لحمص. فوقت خرج عبد الباسط على الريف الشمالي حاول أكثر من مرة يعملوا اجتماعات، وحتى صار فصيل اللي هو فيلق حمص بوقتها، فما اندعم هذا الفصيل. فحاول عبد الباسط أنه يشتغل لحاله كمان، ما في هالإمكانيات اللي عنده. أنا بذكر مرة كلمني يعني هو عبد الباسط مكالمة هاتفية وقال لي حجي شو رأيك هلأ، مشان هون يعني دائت فينا الأحوال كتير، يمكن حط إيدي بإيد داعش حتى إنه نشتغل. يومتها قلنا له بلا لك هذا الشيء وخليك أنت بحالك وبوضعك وكل الناس بتعرفك عبد الباسط أنت عم تمثل الثورة. فأنا حكيت كتير ناس من الائتلاف ومن غيره إنه مشان دعم عبد الباسط، وقالوا لي إيه إن شاء الله ومندعمه وهيك. قال لي حجي إذا بيصير هذا الشيء يعني بندعم، والله أنا لا أفكر أتعامل مع داعش ولا بتعامل مع أي فصيل. وعدته أنا قلت له إن شاء الله، وحكيت مع جماعات كتير يعني
منهم الائتلاف وهيك، وكلهم وعدونا ايه خلاص نحن بندعمه وبنقول له، فكله كان كذب وكذب. فانا كنت من الناس اللي يدورون على العمل ولا يدورون على شغل. نعم. يعني مأساة انه انت عندك مثل حي الوعار عندك فترة طويلة، يعني 7 أشهر فترة طويلة تطلع نخبة المقاتلين وتطلع وما يصير عمل. قلت لجبهة النصرة، قلت لفيلق حمص، قلت لأبراته، قلت الكل، قلت لهم انا بجت الشرعيين الدبايا. وقت جوا الشرعيين انا كنت ماخذ موقف من 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 تقريبا قادات 2 أو 3 من الناس اللي بدهم يبيعوا معاهم مجموعات، اساءوا اساءة كبيرة، فانا بعدت عن هذا الموضوع. دزوا علي شخص من تلبيسة، فقال لي دزل عندك الامير مش عندك فلوس بايع. قلت له وين بايع؟ قال لي هو بتلبيسة والزعفران. قلت له تلبيسة والزعفران من الصريط الشمالي شنو بو بيع هنا؟ وين العمل؟ قال هنا قاعد جهز حالي. المهم انا عرفت انه شارط صحوات وما صحوات. فانا قلت له انا رجل ما بايع. قال لي معناته سلم الساحة. لانه خلاص انا صرت مرتد اذا ما بايعت. قلت له والله جيبوا ارجل من عبد الباسط في هذا الساحة. جيب لي كل شيء عندك عالم تعال تكلم. هلا انا بعتقد في نقطتين حكموا مش بس عبد الباسط، حكموا اغلب شباب الثوره. النقطه الاولى انه هن كانوا يعتبروا ارتباطهم بوطنهم والخلاص من النظام، اي حدا بده يجي يخلصهم منه فهو بيصفن. هذا الكلام ثبت انه غير صحيح. النقطه الثانيه، انت كان عندك نداء في بدايه الثوره، وينكم يا عرب وينكم يا مسلمين. فتنظيم الدوله اجى استغل هالنقطتين، انه اخي انا تعالي عبد الباسط حفوت على حمص المحاصرة وحررك إياها وطلع لك نظام وكذا من أجل أنه يكسب. قنعوه أنه حيعطيك سلاح، وقنعوه أنه إحنا حنفوت معك بمعركة، وقنعوه كذا، ونحن حنفوت نقش المناطق اللي فيها النظام واللي فيها الثوار. فهون بعتقد بيضة الأبان اشتغلت عند عبد الباسط ورجع للخلف. ولا ننتمي لأي تنظيم ولا ننتمي لأحد. هدف هذا التشكيل أعلن الساروت عن استقلال كتيبته وعدم انتمائها لتنظيم الدولة، لكن ذلك لم يقنع جهات عدة بينها جبهة النصرة والمحكمة الشرعية العليا لحمص. تطورت الأحداث على نحو خطير بعد أن شنت عدة فصائل حملة لإنهاء كتيبته، ما اضطره للخروج متخفيا إلى تركيا. وعبد الباسط فين يعيش ملك بتركيا، فين يعيش العيش أحلى عيش بتركيا. كان يشتغل مشغل الخياطة وينام بالمشغل الخياطة. وقت معارك حلب عبد الباسط كان عم يطلع له مظاهرات، بس إذا نزع سوريا بده ينشال. كان وقتها صار مثلا في مناقشات نحن والهون الفصائل مثلا، انحلت الأمور ورجع لهون، سجل شهر وقتها. يبدو انه القضيه كانت من وجهه نظر جبهه النصره انه والله هني حاسبينه على جهه ثانيه معاديه لهم، وهذا ثبت انه مش صحيح. كل الناس وقفت بهذاك اللحظه بذكر وراه، وفعلا نتيجه هذا الضغط الشعبي ونتيجه هو نظافته ونتيجه صدقه وخلاصه وكذا قدر يطلع بعد فتره ولو انه شوي طول. هو وقت اللي رجع على سوريا دائما عبد الباسط همه الجبهه، دائما همه وين في جبهة مفتوحة على النظام لقاتل النظام. بالبداية ما انتسب لجيش العزي، هو رابط على جبهات جيش العزي، لكن بعد ما شاف تقدمة من هذا الفصيل، بعد ما شاف أنه هذا الفصيل فقط هم النظام، حس أنه هو هذا الفصيل جزء منه، فانضم لجيش العزي. لبيكي ما ننسى ماضيكي ولا اللي عاديكي وبالروح نفديكي. لم أرى أفضل منه في الثورة السورية. دائما كان عبد الباسط صاروت بالصف الأول. كنت أطلب منه إنه معركة تدخل معركة لا تدخل. كان المعركة الذي يعني اللي ما لازم يدخل فيها كان يهرب ويدخل إلى المعركة. وحتى يوم استشهادي في معركة الملح كان من المفروض أن لا يدخل، وأنا كنت طلبت منه أن لا يدخل إلى المعركة، لكن هرب ودخل. أنهار وافي جاني الساعة 8 بالليل 9 هيك يعني. المهم عاد طلعت فيه من وجهه مبين، ما حسيته الا شيء ساعه بده يقوم ويروح. لكن قلت له ما عرفت انا شلون اول مره بشوفك، مددت عندي اجى قال لي والله بدي اروح بكره عندي معركه. المهم عايد الاولاد، اولادي يعني اولاد اختي كانوا عندي تحت عايدهم، قالوا له يا عمي خليك نام هون اليوم. قالوا يا عمي بدي اروح. قال طيب تعال بكره بدي العيد لعنا. قالوا والله يا عمي جوز ما برجع، جوز برجع ثاني يوم العيد، جوز موت. هيك حكى هون اياها. طلعت عليه من وجهه عرفان والله، وفعلا ثاني يوم العيد كان الله يرحمه توفى.
عبد الباسيل ساغوت. رحل الناشط الثوري والقائد الميداني في جيش العز. أيقونة الثورة السورية. The 27-year-old was a famous goalkeeper in Homs. وحتى آخر لحظات حياته القصيرة. في السادس من حزيران يونيو عام 2019 أصيب عبد الباسط الساروت في معركته الأخيرة بريف حماة، وأعلن بعد يومين عن وفاته ليشيع بعيدا عن مدينته حمص. شكل رحيل الساروت حدثا رمزيا استعاد فيه السوريون لحظات ثورتهم الأولى، مؤكدين أن مسيرة الرجل تلخيص لتلك الثورة بحلوها ومرها وتقلباتها وسكناتها. رحل الساروت تاركا خلفه أسئلة كثيرة وجدلا وحزنا على بلبل الثورة وحارس كرامتها. كان مجرد على الباص تسمع صوته انه هو فيديو جديد له، فهذا يعطيك امل، دافع جديد انه يعني الحق هو لساته موجود ومنتصر. طبعا الحق موجود ودائما، بس في ناس بتعطيك امل، يعني في ناس انه بتعطيك ثقه وبتعطيك دافع انه هالشيء انه النصر جاي، يعني ما في مجال. وقت استشهد عبد الباسط حسيت انه عبد الباسط ساروت ما استشهد، عبد الباسط ساروت كانه بقلبه، عبد الباسط ساروت فقدناه وحسيناه انه لساته ضمننا. لحد هلا منقلب مقاطع عبد الباسط، منقلب بصورنا وقت اللي كنا مع بعضنا ايام حمص القديمه، ايام جره الشياح، ايام ريف حمص الشمالي، منطلع على الصور بحسوا انه ما استشهد لساته بقلبه. أنت فقدت شاب بيمثل الثورة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فقدت أخ، فقدت شاب حقيقة عزيز عليك، مخلص صادق عنده مبادئ عفوي، فراح خلاص يعني مثله مثل كثير من شباب الثورة. ما أظن أنه هو الأول وأكيد ما حيكون الأخير، لكن هذا هو كان أدره اللي هو بده إياه. هيهات أشوفك بعد هيهات، خلصت ليالينا حرامات، يا للأسف ما ودعتني. نحن الأخوة من لحم ودم واحد، يعني سبعة. استشهد وليد، بعده محمد، بعده عبدالله، بعده عبدالله وأحمد سوا، يعني صاروا أربعة. بسام استشهد بريف إدلب، وعبد الباسط السادس. ست شهداء عندي، وعندي أخ شهيد برضاع السابع، وراح أبي كمان وقتها ضربت له شيلكة بالسيارة، نفدت أختي كانت معها ومرت أخي. وبعدها بشي 20 يوم إجاني برميل مع بيتي أنا بريف حمص، راحت لي بنت بنفس اليوم طبيت عمرها سنتين، اسمها نور الهدى. راح أول واحد الحمد لله، يعني ما بس أخواتي، راح أول واحد الحمد لله، معنويات عالية. راح أخوة، راح أخوة الثاني، راح أخوة الثالث، راح أخوة الرابع، راح لها 5 أخوة، هاي غير أولادها يعني الحمد لله. وهلأ راح عبد الباسط معنويات عالية، وهلأ عم تقول لك لو لسه عندي 10 أولاد لرد أقدمه اللي جوا. يا طير خدني عوطني سوريا لك حل عين. بعد استشهاد عبد الباسط جلست أنا وأمه وعم مصبرة، فطلبت مني رد من الأم يكون لعبد الباسط، وهي حكت كلام كتير يعني كبير بوقتها، فأخذت أنا استوحيت كل الكلام اللي قالته وعملتهم رد بأنشودي لعبد الباسط. فأنا راح أسمعكم آخر الرسالة اللي هي بتقول: ثورة وما تموت كلكم ساروت، يا يما شيلوا الطاغوت، يا يما يا يما. لولك تسمع، لو تسمع ربعك بوزعة، دمع يرسم لك ممنونة، بعيونك عاش أو زعى، تستاهل سوريا عيونها. لو ترجع